احترف عليك النظرة هذه تكسر الخاطر. وش الاشياء السلبيات اللي شوفها هزاع هزاع؟ والله واجد عطنا منها. ترى من حلول انك تعطي سلبيات عند الجمهور عشان تحاول تعدلها معه. واحدة من السلبيات اللي انا متضايق منها وفي نفس الوقت مرتاح منها. صريح؟ لا مش شرط صراحة، صراحة خلها على جنب. صراحة انا اكبتني من زمان اصلا، بس اني ما اقتنع بالنصيحة او تجربة شخص غيري. ايه ما اقتنع فيها. ما تقتنع ما تحب احد ينصحك؟ مش شرط ما احب احد ينصحني. مثلا جيت بسوي شغلة يقول لي فلان لا انا حاولت اسويها ما ضبطت هذه الشغلة، يهبطك وانت ودك حتى لو كان معي مرات تمسك عناد داري انها ما بتصير لكن اروح اسويها. بس هذه ميزة ترى، يعني قد تغامر فيها وتفشل. لان ترى اقول لك هي حلوة وشينة. ايه حلوة وشينة، لان مرات يعني مش اي تجربه شخص سواها وفشلت معه معناتها انها بتفشل معه. ومرات لا، في اشياء فعلا فيها فشل او فيها ضرر لي لكن ما احب اني اجرب. بس برضو انها ميزه هذه ترى، اروح يعني ادق على خشمي ورد. بس برضو هذه ميزه، يعني ممكن خويك يفشل انت تنجح، هذه ميزه فيك ترى. والله يوفقك.